على هامش تمرين إعصار 2017 الذي نفذته القوة الجوية بالذخيرة الحية في ميدان الدارع، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بجهود منتسب القوة الجوية وقوة المغاوير من ضباط وضباط صف وأفراد في حماية الوطن والذود عن ترابه. أوضح الوزير أن الكويت بلد مسالم وجيشه دفاعي داعي عن المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل قيادتها الرشيدة.